مرحبا بزاكم يمسح صنع عز نخل مواجن اذاعه كاب راديو زيطانجا غومرقي النهار زي البرنامج نخوم ثفراز ثفراز اسدي تارن ذينيث ايميني تهمان القضايا امزروي توسنا التقومي انضموا لنا البرنامج ومساور ضم صواد اك ضيوف زي مختلف المجالات الحلقه نوسا نخضع سج الموضوع الحقيقه يخضع يخفين القضيه الفلسطينيه ذي العلاقه مغربيا ذيريفيا اك القضيه يا ثانيتين فلسطين ماني توقع عند الطاس ذي الجرائم قال حق المدنيين قال حق حنجاني مزيانا قال حق ندمغارين قال حقي والسورة يتورث عند العالم أمنيك من غزة النهارة قال ساعة تميق نسوار الشاثن قال سبيطرة ثي ناس مجمع الشفاء ذي موكان نظني تمتني حموشن العالم يتخزى أمنيك مر سمانين نخضى قال البرنامج وانيتين ذي الحلقة يتخرس نوسى أنسيور قال موضوع وانيتين أمخنيغ إخضى إخفينس أكي ذي إجن نخبة الضيوف زي ضاوان عريف ذي المختصين السوار النسير سنت مازيخ أكيد آذيخر استوديو الأستاذ محمد النحاس أنت قثقي هيئة المحامين في طنجة أمخي جاذ العضو جمعية الشباب المحامين كذلك في طنجة أكيد نخبري التليفون ومثنى المناضل الحقوقي بوعالي بالمزيان أمخ أكيد نغ المداخلات أن الأساتذة علي الإدريسي زي كندا المؤرخ صاحب كتاب عبد الكريم الخطابي التاريخ المحاصر أمخ كينيري كذلك الأستاذ دكتور سعيد الصديقي الأستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد بن عبد الله في فاس إذن محمد النحاس نترحب ازيك شكرا استاذ كنتي سي علي بالمزيان قشك نخبرين التليفون ترحب ازيك اهلا وسهلا سي علي نبدا غكي ذاك يعني انج اسقسي يازم مخت وريد من توقع النهار في غزه شك مناضل حقوقي كمهتم حقوق الانسان كالباحث في قضايا ثانيتين وكمتتبع من توقع مخت خزاد من توقع في غزه نهار المهم من توقع في غزه الان ديجن دورة تاريخية صراع صراع قديم جدا ما بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني ودورة الصراع الآن وضع مستوى معين العالم يعني المنظمات الوظيفية للأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن الدولي أصبح خارج أي تأثير معين في مجرية الصراع ثم أن الشعب الفلسطيني نظرا لأنه عانى الأمرين تحت الكيان الصهيوني كل مرة يبدع أساليب معينة وهي الأفقي يتفكى في التحرر الوطني وفي جيشي الكيان الصهيوني يعني الوسيلة الأخرى النضال السلمي وما تفادي لحق المطالبين لأن الكيان الصهيوني دائما ينق باستمرار والشعب الفلسطيني يجي الشعب خبرة مراحل يعني معقدة في الصراع الفلسطيني الصهيوني وبالتالي أبدع أساليب معينة غير أنه من تفهم بغنشنهي دورة الصراع هو أن من يتوقع الآن في غزة ديجن إرادة كبرى من الشعب الفلسطيني التفاصيل الدقيقة هو أن ديجن تناول تاريخي في القيادات والصراع والدين الآن القيادة تقفوس الإسلاميين ولكن ما تحت الإسلاميين هناك طيارات سياسية أخرى تقدمية ديمقراطية وأكثر من ذلك ذين شعب غاس قضية يتناظر هما ليحرر الأرضين أكثر من ذلك ذلك على أنه الشعب الفلسطيني يلتحم الآن يلتحم على قضية واحدة هي تحرير أرضه وهذا الالتحام جعل زي التناقضات البسيطة لتوكان جال المكونات السياسية عالية من الكفاح المسلح كوسيلة لتحرير الأرض إنه بالنسبة للكيان الصهيوني لا يفهم إلا لغة السلاح وبالتالي الشعب الفلسطيني يوضع القيادة السياسية العسكرية الآن للمعارك يوضع حماس كمقاومة وطنية يفرض تيد الصراع وليدي معادلة الآن التطور العام يوقع في الساحة العربية المغاربية لبان بأن ذي محور مقاومة تقوده الحركة الإسلامية ولكن داخله كاين العديد من
من المكونات الاخرى. واضح سي علي. سي علي سمحنا اليساريين وغادي نجن الشجره الطمز ديال الاسلاميين، ولكن تقول اليساريين وبالتالي الوحده يتنتهي من الشعب الفلسطيني انه الشعب الذي يريد ان يستحق الحياه عليه ان يقاتل ويموت من اجل الخاص. واضح سي علي بن مزيان ان متغومثنا الاستاذ المحامي محمد النحاس كي السياقه ميخن السوار كي من توقع النهار كي غزه كي المعركه التحرير ضمقراند كي سياسه العقاب الجماعي ان هج اسرائيل قصف المستشفيات قصف العاب الاطفال كما يتعي يعني حاموشن ذي مكان مأهوله بالسكان وحتى النازحين نكسين الرايات البيضاء قصف نثن خبريد مختواري الموضوع عوانيتين سي محمد. يا مختواري رغم انت قان رغم انك اسرائيل جي غزانه جي كامل الاراضي الفلسطينيه المحتله انه ترتكب تنتهك جميع الاتفاقيات الجنيف الاربع زير الاتفاق الجنيف 1970 الملحق الملحقين البروتوكولين الملحقين بهما يعني ترتكب جميع الجرائم المنصوص عليها في المواثيق الدوليه، ترتكب جرائم الاباده، ترتكب جرائم ضد الانسانيه، ترتكب جرائم الحرب. يعني من تقروخ إسرائيل جي غزة أروحني نهارا كان حسن مستشفى الشفاء نهار المدير مستشفى الشفاء إنك وفين خلي ذي مي غاندرني وذان تنظن جي سبيتا غادي خير من يوتيش العالم عماص يعني الكوارث ثاني توقي عن روخ يعني يتحمل المجتمع الدولي إج مسؤولية كبرى اكشفت منايا يعني إج النفاق من الغرب إج النفاق من الغرب اكشفت القناعيس الإمبريالي أنه الاستفاف من الكيان الصهيوني النظام من الأبارتايد يسقط القناع إلى صهيوني ضنات خميتا قاعن في أوكرانيا روح الميتم التان روح في فلسطين تضاعف في غزة في شها يعذمين يموتن في الحرب الأوكرانية الروسية. صحيح غن أنسي ورغيخ بعض الإحصاءات أنهارا أزيد من 11600 شهيد 40 جميع الزكسن ذي حنجان ذي مزيان الثلثين الضحايا زي الرقم نيتني روح أستكنتي تم غين ذي حاموشن ميجا حماس ميجا المقاومة ميجا المقاومة 40 ألف وحدة سكنية دمر البنية التحتية للزوتاع غزة أرض غير صالحة للعيش روح القصف المستشفيات ذا الزو التهجير من كل سكان غزة أشهم كان منظن روح القسم الشمال خل جنوب رأي الانتهاكات انتوقع عن ذيني جعل أن القانون الدولي الإنساني لا يساوي الحبر الذي كتب به راه ديجن جريمة ديجن جريمة تم قانون توقي عند وزمان يتخيل العقل الإنسان وزمان يتخيل يعني ميتقعنا من يستدعي إجن موقف دولي صارم يستدعي زي محكمة الجنايات الدولية من خلال المدعي العام الدخل باعتبار أن فلسطين صادق نظام روما الأساسي أمخذنا صفة مراقب جي الأمم المتحدة صادق نظام روما الأساسي وبالتالي غزة الضفة الغربية ذو القدس الشرقية غاس الولاية خاضع الولاية للمحكمة الجنائية الدولية يخصص المدعي العام أذي أزم تحقيق لازم تحقق جميع تقاعد ما راه غاسن ما راه غادي شي حاجه تقانس القانون جي العالميه نشني نعاد اكيد الاستاذ سعيد الصديقي هذا نفصل كذلك النقطه ولكن قبل الاستاذ سعيد الصديقي التصدي وذان تساءل ربع السويع النقاشات المنتديات قهاوي موكان وسائل التواصل الاجتماعي قانك نشني كاي ايريفيان كاي مغربيين واش يربط تنقشيس القضيه الفلسطينيه واش ذين شي حاجه ضربت نقص القضيه يا ثانيتين ذين بعض المصطلحات تتداول تازه قبل غزه الى اخره يعني وكانه يذنا وجنخانه نشينا نقيم الأستاذ كينيري الأستاذ علي الإدريسي المؤرخ أثن السقسة أقثى كذنا السي علي نزو أنسن متعنى العلاقة ذين جاء إيريفيين أجي فلسطينيين. السلام عليكم. العلاقة نعرف إيريفيين أجي الفلسطينيين أجي فلسطين طبعا خلمي عن سيور خلمون عواقع ميس عن بذا قد تاريخنا ذا أشغى جدا أغي فلسطينيين أغي فلسطين ما لأننا نشني دي جزء زي إمي خال أمة الإسلامية سمعون يعني ذي الخديم ولا ذي الحاضر ولكن سمح ماي وجميع الناس في التاريخ ذا مقران خسادكم هنا فقط بأن نهارا في غزة بالذات ذي نيش عائلة تام قران غاشر خمسينش تام قران خانس عائلة عالي الإدريسي يقول يعني من دخل الأخبار إن يجي طنجة
راح انت الاصلي زارف يعني في الغالب زي التاريخي نفس انت زارف يهويل راس خصومه الى دير بعض الحروب ها ويوجد في الحروب ديال الفنان يهو استقر في غزه غزه وفي ناس الخيمتي ناس عائله الشريف علي الادريسي او علي الادريسي عائله كبيره عائله وطنيه عائله غاس الامجاد ناس في فلسطين هذا واحد وجمع الكوميني مرمي من يوقع قبل القرن 20 ولا قبل القرن 19 للاسف وفما ضوضاء التاريخ ولكن وضوف ان دين عائله علي الادريسي سواحد مش اثنين الناس فقط هنا البدايان حرب التحرير نشوفو الامير عبد الكريم في 21 26 الشخصيه فينا من هذين الناس من لا إذن السي علي وضح الظن خميني تعلق الناس العلاقة نوذين بعض مازيغان غريفيين راح نستقرن غزة وذين العائلة يا ثانيتين ثلاث المعلومة دوشي ذا نخت وذين بعض الكتاب بعض الآراء المقالات سوان بأن ذين إجو صحفي ذا فلسطيني إيري كشف المصير أنه مجهد محمد بن عبد الكريم الخطابي وميلاد كسيد فرنسا غل منفى وزماذا نضوض حد نقطة بالضبط بحكم شك مهتم التاريخ وغاك المعلومة تاثين السي علي كيدينش مسلي توقع في 47 وميرا فرنسا ذاك السيد الامير عبد الكريم تسوفو فرنسا وتجي تسوفو الخبا بان قال الامير عبد الكريم هذيك خماسه هذيك بورتايل الفرنسا جو صحافي الخبا اللي خديني سوف سيدي جو صحافي الفلسطيني كذلك قال اسم محمد علي الطاهر محمد علي الطاهر انت كي تسوفو الخبا زي عادل كي عادل صحفي استقصائي يعني يلازم الخبارات يتويد المعلومات يتويد الوثائق ومن بدل الباخرة لديكسين الأمير عبد الكريم قانس كاتوبا في عدن السن بأن أو يفا بأن ذي اللي الأمير عبد الكريم زي ثبينس ديكسين الباخرة اللي مقال كاتوبا ديكسين فرنسا منيغا يريد الجامعة العربية يريد المكتب المغرب العربي إلى ذلك الأحزاب المغربية يعني يحزب المغرب ذلك زياد تونس يريد الرئاسة أو الملكية أو القصر الملكي الفاروقي لمصر يخبرهم بأن خذير جمسيت مهمة هو دوز الشا أتجاوض أتجاوض الباخرة ساخات الدقوان زي عدن أبور سعيد قد قش الأمير عبد الكريم ذي ثمبينز إذا لابد من وجود حل فعلا من هي حسب الوثائق حسب الأخبار حسب المعلومات والمعطيات السائدة إخارك يعني حركت كل الأخر إلى أن الملك فاروق يشل إذن بإنزال بطريقة ما بإنزال الأمير عبد الكريم ويعطاه اللجوء في مصر وليتي واحد وسنين كما نعرف أن عبد الكريم في نهاية المطاف استقر يقيم كما يعني يدف مساء قبلية الحكومة المصرية يقيم وممكن السن بأن قيناس اللاجئين السياسيين وغاس المرحقة السورين غير وقت اللي يخساد الصغض يقيم الأمير عبد الكريم يصغض ويسيور شيء أبدا من يعني خضروا في نص ولا السياسة ولا كذا خاصة السياسة خاصة يسيور مرمي يسيور يسيور نهار ومي دفة القرار الأمم المتحدة 181 لتقسيم فلسطين وقيام كانوا عربا احتجن راح الجنود وعربا فلسطين في 29 نوفمبر 1947 أول مرة الأمير عبد الكريم هذيك تصريح داجرة ضم قران تأييدا لحق الفلسطينيين الوجود انتقدش سوطس دكتور علي الإدريسي سيوذان خل علاقة جار إيريفيا ذي مزيغن المغاربة بصفة عامة أق القضية الفلسطينية ذو شيدان معلومات تاريخية أنذور أو مثنى علي بالمزيان سي علي أتشمين سوار خل علاقة المغاربة ذي مغربيا أق فلسطين انهارش كمتتبع كمهتم مختواري التفاعل القوى الحية يعني سواء زي الأحزاب السياسية سواء زي الجمعيات المدنية سواء زي الأفراد العاديين وري التفاعل نسناك مين يتوقع نهار غزة واش يعني كي مستوى الحدث نغذين التراجعات ذين الصمت ذين مختواري المهم علي انه واش بعد ينقان بانه تازة قبل غزة اولي ينريش الاقلية ينقان ودقة فلسطين جانا
والحال انه ماشي الفلسطيني كلش زينا يكون خفيف هنا وفي ماشي يعني الجوار القضيه علاقتنا بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين مساله انسانيه وخا يدير شعبيه فانقه وخا يدير شعب ماشي قواص والروابط تاريخيه معينه انا لا نحتاج الى حكايه تاريخيه معينه باش نثبت باننا شي خصنا بدك الشعب هوني لان ربعا السوايع انقسم متى الدرجه يا الضمير الانساني يعني يقيم شي زاريد ورد ضغر مع العلم انه ونزار شنين انقاس شنين قوات الاحتلال جيش الاحتلال الصهيوني يروح غزان تما يموزا يعني ينقي حاموش الطمغايد الحيوانات مع ذلك خصنا عاد ندور التاريخ الاساطير بعض من يجد من يجين باش نلقى ودانا غاسن حق المواطن سن بالنسبه للقوى الحيه في البلاد وبالنسبه للمغاربه كنظن الأغلبية الساحقة المغاربة توحدوا وأبانوا أبان فعلا أبان بشكل مشرف ودائما ماشي 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 من يجدد دائما تجاه الشعب الفلسطيني والدليل على ذلك التظاهرات الصاخبة يدفن المغرب في مختلف المدن المغربية تندد بجرائم الكيان الصهيوني اللي بدرجة درجة معينة فعلا لا تطاق يعني أصبحت أنه الأمم المتحدة بجميع مؤسساتها لم تعود لها أي قوة معينة. الشعب المغربي لا فعلا يفض باستمرار وندد من مختلف أطراف على خلاف التوجهات وحدت المغاربة كاملين بمختلف الأطياف السياسية الحقوقية الجمعوية كلهم على قلب رجل واحد منايا أكسجي الجدد يعني مجموعة طامزيان ومنايا يختلف من جيل إلى جيل حيث أن الجيل الراهن يظهر بأنه يتابع القضية الفلسطينية من منظور ربما قيمي من منظور قبلي ماشي المفاهيم الجيل الصهن ومطلب الآن يرجع يتنيتي أنه أدراجا أفكار نسن أدراجا تصورات نسن أما الموقف المغاربة في الأغلبية الساحقة للمغاربة يقنق القضية تضامنوا مع الشعب الفلسطيني واضح. وما زالت التظاهرات تخرج. واضح سي علي. أنا راح السي محمد النحاس ذين يجن السردية يعني يجن رواية ذقا بأن السابع يعني 7 أكتوبر نعم يقذ هجم حماس وكأن السغيد ذا القضية الفلسطينية قا حماس جبد التزيز واني المقاومة شي نقاشي حماس بصفة عامة المقاومة الفلسطينية أما استقرار القضية يثان بذن 7 أكتوبر إيرو ذين بوي وذنك سناس نضموا ثقبار إيرو ذين شي وذنك الضفة الغربية تفنثنا الحبس دي حاموش نظيم زيان ذي القاصرين يرودين شي تهويد القدس يرودين شي الحفريات اللقاء ذا الهيكل قاذا كذا يعني مختوارتش كمتتبع القضية الفلسطينية إنه عن نقاش وانيتين نتقزى من القضية والإعلام الغربي مربي ما استطفت جين مسؤول يبدأ أن القضية الفلسطينية ذا 7 أكتوبر تذا القضية الفلسطينية ذا 1947 شكرا حد يبدأ مسلسل التهجير ذا التقتيل ذا مصادرة الأراضي ذا طرد السكان الاعتقالات الاعدامات ذا العربة دانتك إسرائيل زيرفو 900 زي تأسيسين ساعة زيرفو 948 1967 قيس 70 قيس 80 الروخ اختار زيرفين بدل الحروب تقريبا كل عامين درت سين ذيني حروب يعني الجرائم يعني متتالية نظام الصهيوني زميت توانش أنت ترتكب الجرائم سواء في فلسطين سواء في الدول المجاورة نريحتل إيش النظام قائم على موثقا على الرؤية الصهيونية يعني وتآمن سحد من غير من غير من غير من غير من غير وتتابع بالضبط الرؤية يا ثانيتين ميك نتناقش شين بأنه نقاتل بدوارة وأي إنسان منصف يقاث يعني الصراع الحقيقي راه ماشي أجي ودان أتبع الديانة اليهودية العرق اليهودي أنه عيش نقي المغرب عيش نقي الجزائر عيش نقي فرنسا عيش نقي مختلف أماكن العالم يمسرمان نغذي وذن نتامن يعني وغاس نقول مشكلة أكيد سنقي وذنينات عيش بأمن وسلام يعني الإشكال ندين أنه قضية احتلال صحيح وأكثر من ذلك لينو ذاين روخ العالم يكمر سمئات الآلاف تحت الجان ضمن نقي فلسطين ضمن نقي الحق ضد 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 الفلسفة القائمة على 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 الصهيونية جي 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 ما يسمى إسرائيل سيخ في ناس ذيني أذين يعارضون وجود شي حاجة قانس إسرائيل يعني 7 أكتوبر ذيجن من يقع 7 أكتوبر ذيجن الإفراز ذيجن النتيجة
يعني مجموعة من التراكمات التي إسرائيل زيد تأسيس ناس إلى غاية إلى غاية إلى غاية يوم 7 أكتوبر وخصك السيو حتى ما بعد 7 أكتوبر بزاف ديال ذلك قانك لا مثلا المقاومة الفلسطينية ماشي وزماشي يعني وضغريشين ليه التبعات نلهجوم ونيتين نغن أي فعل وجوب ضروري 7 أكتوبر وبالتالي قد فعن ثمان يعني نشر ممكن كذا ينصح من رؤية ينش إلا روح المنطقة عن روح فلسطين إحياء شي حاجة قانس القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية قيمة سمية بالربيع العربي ما بعد الربيع وقيم حد السوار في القضية الفلسطينية إلا بالعكس النظام الرسمي العربي راح قيت طبيعي راح قيت مجموعة من القضايا صافي قيمة كنا سي محمد حاسة تحتفظ سوارين نكمل من بعد نرحل الأستاذ سعيد الصديقي سعيد الصديقي نترحب زاك الأستاذ دكتور سعيد الصديقي بحكم شك ذي الباحث قي العلاقة الدولية أموخ يعني تفاضل القضية الفلسطينية من خلال المقالات هناك المداخلات هناك من إز ماذا عندين قيمة توقع عن قي غزة نهارا من زاق غزة الحقيقة دي جن عدوان ماشي ذا الحرب سلمعنا الدقيق جاء نين الأطراف غاسن تكافؤ القوة ثادي جن العدوان متواصل يتفرج كس العالم مجازر ألاف حاموشن مغارين مدنيين يعني غير مقاتلين تمتن يوميا العالم يتفرج كسن دي جن حرب الإبادة بمعنى الكلمة وسمو مبالغة جمانية وقيم القيمة لحقوق الإنسان للقانون الدولي للقانون الإنساني نتنظمن الحروب واسق يمشي المعنى مع الأسف الدول ذو قانون خاصة غرغاب بأمريكا بريطانيا الدول الأوروبية يعني قند إسرائيل على كل المستويات طبعا دين بعض الأصوات دين بعض المسؤولين بعض السياسيين يعني كسن داقز كسن يعني الإنسانية ولكن اتجاه العام غرغاب الحكومة الغربية وشين دي جن الضوء الأخضر إسرائيل هذه من تخص مع الأسف يعني تدمير يعني على كل المستويات مخنا العالم يتفارج جيران تقال المجازر التاريخ ميرا تسوى تسوى عادية ورخا نفارج كسند مباشرة نفارج المآسي الدم يتزر يعني مع الأسف دي جن وانتين أديري دي جن عقدة الإنسان المعاصر لأنه تفارج يتقل مآسي وزما عندي سبد بالعكس لأنه الدول نرفع عن الشعارات حقوق إنسان ديمقراطية وإلى آخره انت ذيك يشين الدول الأخضر إسرائيل مين تقلوا جي 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 يعني جي أوكرانيا الشعارات نرفع ذيني ذو سيد من يتوقع عن جي فلسطين هذا ضد قاع من منطقة جي جي أوكرانيا إذن الأهداف إن إسرائيل رفع أكثر من مرة هدف قرزوا قضية حماس رزوا يختار ولكن الهدف ينس هو إسرائيليين شبعني جن الغليل الضربة نتلقان عن 7 أكتوبر وزمتون لأنه زقوامي تنشأ إسرائيل وتلقى الهزيمة للمستوى ثانيتين السي سعيد يعني إلى يسيرنا الأستاذ محمد النحاس القانون الدولي الإنساني من يقع قد مسرائي ثانيتين ضروري إذا استدعى القانون الدولي الإنساني هذا نتفصل الدق شوي كتا من يقع الموقف وانيتين نتوقع النهار في فلسطين فيما يخص القانون الدولي الإنساني وانت رقائج القانون القانون الدولي قانس قانون الدولي الإنساني انتاج تنظم الحروب يجي تحددا حقوق المدنيين حتى الجرحى حتى يعني الأطراف نيتيرين حاضرين وذن نيتيرين حاضرين جرحى بصحافيين يضبيبان يعني ممرضين إلى غير ذلك تحدد اسم قواعد نرحب من دا سوقعني القانون وانتين وقع سجل إذلال جر حرب الغزة وغاستقيم شي القيمة يمكن مرا نفهم زيان واش إلى أي حد إسرائيل انتهك القانون ماشي غنتهكيث يعني التوت سبديث وغاسد جيش القيمة أن السيور ذي النذرة ثان المبادئ تيم قانين حكمند أو يمكن أكس نختصر القانون أولا مبدأ التمييز يعني التمييز جاء المدنيين جاء العسكريين يعني الأهداف المدنية أهداف العسكرية بمعنى جرحاب يخصصي وذاني تيرين
أو الأطراف سواء كانت دول أو جامعات من غير الدول تذكر حرب منايا إخساس وتستهدف شي المدنيين، لأن استهداف المدنيين تعتبر جريمة الحرب. إخساس تميز جال المدنيين ماشي غير المدنيين الأشخاص، نعم المدنيين الأشخاص، حتى البنايات المدنية، المدارس، المنازل، المستشفيات إلى غير ذلك. يعني إخساس وتقيسي شي معناها إخساس تميز جاء من الجنغاس بعد عسكري ومن الجنغاس بعد مدني. سي سعد قمي يتعلق نقي التفاعل الرسمي الأنظمة الدول الأخص ما يعني الدول العربية مخرن السنبز قالوا ما يوقع شي حاجة في فلسطين سبدان تقطع يعني العلاقات الثنائية إسرائيل وخاتين يعني جن مستتيرة نغنفانت توقع عند يعني بعض البلاغات شديدة اللهجة القيمة العربية توقع ضغية الشاج بني كذا إلى آخره بعض التحركات رخ مختوري شك التفاعل الرسمي العربي. البلدان العربية الوضع ميقدجا تشتت ميقدجا الخلافات ميقدجا وزمار أتتخذ موقف موحد شين سنقي سواء قي المشرق نيقي المنطقة المغاربية نيقيها قي الشام بمعنى ذي نجن خلافات عميقة جا كل الدول العربية وزما تاخذ موقف موحد اولا. ثانيا ان العديد من الدول العربيه ودفن ديك العلاقات باسرائيل ودفن ديك العلاقات التطبيع عصن اتفاقيات وبعض الاتفاقيات هي تحت الرعايه الامريكان وزما بسهوله اكسن سحب بعض الدول العربيه زي المغرب جي 2002 غلقن مكتب الاتصال الإسرائيلي جاء رباط أيضا من جيت الأبيب مكتب الاتصال المغربي وجيت الدول نظن تبع الدول الأخرى الوضع عندما يريجان يروختني يري سهل لأنه يريد مش اتفاقيات التزامات متبادلة مغاند روخا من يوقع عندك 10 سنوات الأخيرة يوقع ذي نجن علاقات سياسية أمنية اقتصادية مغاند يعني من الدولة مقيدة وزمة بسهولة تسبد عملية التطبيع نيغة تتخذ شي الموقف ضد إسرائيل. الأستاذ دكتور سعيد صديقي أستاذ علاقات دولية باحث في العلاقات الدولية في جامعة محمد سيدي بن عبد الله قفاص نتقاداش سوطاس خل مداخلينك أنذور الأستاذ علي بالمزيان. سي علي أقاش كذنا السي علي يعني المقاومه يعني عبر التاريخ حركه تحرر العالم مخرجه كوبا مخرجه غاري فهم جهاد محمد بن عبد الكريم الخطابي مختلف الاماكن في العالم المقاومه تغيم المقاومه يعني افراد تيرين خفافين في الحركه انسان تقوى من جيوش نظاميه انظمه متغطرسه ذنيت حتى المفهوم من النصر ذي الهزيمه يعني يخضع لمعايير اخرى في العلوم العسكريه مختوري شك نهار يعني مخ قال المقاومه الفلسطينيه واش قادره يعني الامكانيات لغاس البسيطه بالمقارنه الآلة الجهنمية غاسة إسرائيل الدعم الغربي واش توريت يعني الإصراري غاس ممكن أتواجه القمع ونيتين الغطرسة الصهيونية باش أتذور ما بعد غلاف غزاني توريت يعني ربما توشكل خريطة النظني قطاع غزة فلسطين. كنظن أنه من يتوقع الآن القضية الفلسطينية ضغوضة النقطة نقطة اللعودة ويوقع مرحلة ما بعده الفلسطينيين ظن يجد درجة معينة المقاومة الفلسطينية ويجد مستوى معين أنه تبدع كل يوم أساليب معينة من أجل تحرير المواطن. وكنظن على أن طوفان الأقصى يبين لأول مرة في التاريخ الحقيقة الصراع الفلسطيني الصهيوني يبد بأنه فعلا أطروحا للشعب الجيش الذي لا يقهر يبان بأن أساليب جديدة وأبدعت الإرادة الفلسطينية أبدعت القوة والإرادة الفلسطينية أن هزمت جرحت يعني جرح الكيان الصهيوني الصميم والمقاومة الفلسطينية سنتسيور السجن معنى واضح أنها ترتبط بمحور اجتماع زولة ترتبط بمحور سمي بمحور مقاومة يتشكل على المستوى لأن الصراع الآن طائر المحور المقاومة نكس إيران نكس حزب الله نكس الشعوب العربية والمغاربية كذلك
يشقي والحية. ولو أنه كوري جن من تتحركن كوري جن الهدف تتحركن، ولكن في النهاية يعني مواجهة المحتل ذا تحرير الأرض. مليا أول الصراع والتي يعني يتجاوز ثنائية صراع ما بين السنة والشيعة. مليا صراع جيوستراتيجي. إيران لا تخوض حروب ومن أجل الشيعة. إيران تخوض حروب من أجل مصالح جيوستراتيجية. ومرتبطة الآن الموجة العالمية من الارتجاج يقع عند الهيمنة الأمريكية والتنافس في الصاعدة الصين روسيا دول من هي فلسطين هي الحلقة الجديدة الحلقة أخرى في الصراع الطائر حتى الأوكرانية نفسها، لأنه إذا كان الغرب الآن تم قيادته إلى العار يقصد به الغرب الإمبريالي الآن تم قيادته إلى العار، والأساتذة السابقين تحدثوا على أنه كيف تم كنس جميع الاتفاقيات المواثيق الدولية القانون مجمل القانون الدولي الإنساني حتى أصبحت وكأن القانون ونيتين اخترد غا إسرائيل يتبدى يعني إذا نيتين وغاشي الحق لأن الآن لأني القضية في سيرة الأستاذ النحاس فيما يخص اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وأن جريمة الإبادة جريمة الإنسانية جريمة الحرب جريمة العدوان ما لا يكون شيء ينطبق الآن على فلسطين، ولكن من له حق الإحالة حاليته هو مجلس الأمن مشلول. كل ما روسيا لعبات والصين لعبات دور أتواري الأستاذ نحاس غاس تعقيب قيمة كده ممكن تفصل الأستاذ نحاس تعليق خسي علي لا من غير مجلس الأمن شوف ماشي نخشنشنين المحكمة الجناية الدولية ذيني ذرتين الحالات تمانا دغنين بالنسبة لفلسطين صادق ميثاق النظام الأساسي روما المؤسس المحكمة الجناية الدولية، وبالتالي ونتحدث الجيشية تذين عقد مجلس الأمن ذي حيل القضية الجرائم التي ترتكب من روخة المحكمة يثا فلسطين الطالب من التثوى ميزين المسقن فلسطين خاضع الولاية المحكمة الجناية الدولية بعد ما صادق السلطة الوطنية الفلسطينية خل ميثاق المؤسس لها باعتبار أنه الحقويت وشاسي فلسطين مخذنا العضوية مراقب جي الأمم المتحدة ضم بمجيبه السلطة الفلسطينية الميثاق الرومات صادقة، وبالتالي يكفي الطلب دي فلسطينيين زي محكمة الجناية الدولية تفعيل المقتضيات النظام روما الأساسي والطلب السلطة الفلسطينية ويسيد المدعي العام زعما المحكمة الجناية الدولية يسيد قيم ذيني ضواث رفاح يتنقاضيني ويقوالو خصص هذه عزم التحقيق يمنى يمشى هذه عزم عاون التحقيق يخصص هذه الجنة الشعبة قناة الشعبة التمهيدية صح ولكن ذي القضية اللي هو أنه ميثاق روما من 1998 بعد المصادقة الدول على الميثاق المحكمة الجنائية الدولية ميريكان وصدق شيء إسرائيل وصدق شيء عديد من الدول حتى الغربية وصدق شيء ميريكان اشترط على أنه الجيش يقيم راسي حماية معينة من الملاحقة من قبل المحكمة الجنائية الدولية وهذا دي شراطة هنا الترتيبات هنا إقرار حكومة فتح الإحالة خصها بعد نين دول هذه المنخرطين ومصادقين في الناين استوى الإجراءات وغا المحكمة الجنائية الدولية بانت مشلولة ولكن حق الإحالة أقد قمان يقع في النقاش بالبداية أنه من له حق إحالة القضية أنه لابد من تداول مجلس الأمن ومجلس الأمن الآن أصبح مشلولا بحكم الفيتو، كل ما قدم روسيا شي مقترح لازم أمريكان تقدر فيتو إذا قدم أمريكان تقدر فيتو المقترح تقدر روسيا مثلا فيتو ألو ما يحدث الآن من يجي المهم كما يقول شيء هو أن ما يحدث في فلسطين يجد حلقة الصراع الدولي أخذي ولد تم الملاك توقع الآن تعدد الأقطاب الدولية وإعادة النظر للعالم الآن في حاجة إلى إعادة النظر للعديد من المفاهيم من المنظمة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، لأن مجلس الأمن الدولي والنيدج الخريطة الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وبالتالي مفروض يجن الآن صراع جديد
والحروب تدور في مختلف المناطق في العالم، وأكبر حرب الآن دائرة بين الطرفين المتكافئين تدور في فلسطين، ومنايا ممكن يتولد في حالة ما لا توسع الحرب إلى حرب إقليمية أتولد إلى حرب كبرى. وكنظن بأن التفوق العسكري إلى الولايات المتحدة غير كافي، لأن نمط الحروب اللي تخوض الآن الدور التكنولوجيا الرقمية لشكل الهجومات الخفية كتوكان في الميدان التكنولوجي يصعب في الولايات المتحدة أتستوعب يجن المجال واسع من الصراعات، لا سيما ضرب العديد من المواقع العسكرية في منطقة الشرق الأوسط في الخليج إلى واضح سي علي. أها سي علي يتولد نقاش جديد من فضل بفضل الشهداء الله يرحمهم الفلسطينيين نموذج ديك المعركة، ونتمنى اللي غيسمع الموجة الجديدة لإعادة النظر العديد من المفاهيم ما راح تصير العالم يستخرج. انتقاذش الأستاذ علي بن مزيان وضحت قي النقطة. الأستاذ النحاس يعني نشني نسن بأنه ما يتعلق س القانون الدولي ذا الإجراءات المحكمة لها يعني المحاكم النظمية نظم مجلس الأمن نسني رمانة يشمد يخطر غا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إسرائيل أم خلنا غيجيني يتبدى يعني شنو نبدا من نخوض بزاف كي نقاش القانوني ولو انه مفيد يعني انه درس قانوني مفيد يوني تصنثن ما راكش شي التعقيب ديال الاطار وانيتين يعني ما بعد طوفان الاقصى وما بعد الحرب على غزه نيجان داخل 36 37 يوم يعني على المستوى السياسي مع المستوى القانوني على المستوى السياسي على المستوى السياسي مختوري يعني بعد عام بعد ما لدينا شنو وقف اطلاق النار للمستقبل القريب كان قادين المفاوضات برعايه قطريه مصريه كلها متصنات ذني الاتفاق هدن انسانيه عبر السويع قنها الصمت احترامت متحترمان مختوري تصوري انه بعد العمليه انه مخنا السي علي ان العمليه لها ما بعدها رحابه لها ما بعدها يعني العالم يكمل ويستور القضيه الفلسطينيه يعني تحيد يوم جديد عالمي كمر خليه أشد تما يعني يرفضن وجود دولة فلسطينية بذن السوار حق الشعب الفلسطيني قد قرير المصير حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 67 الإعلام حتى الشعوب الغربية الآن أصبحت تنتفض الشوارع كل شيء السوار القضية الفلسطينية بذن قطع عن خليق الغرب المنتوجات إسرائيل إسرائيليين سيخفن سنتعترف نروح كان نخسى المعركة الإعلامية إذ وري فلسطين غاسين يجن الصدى رغم المقاومة الفلسطينية وراسي يجن الصدى على المستوى الدولي انه الحل نهاية المطاف انه بعد 7 اكتوبر غادي ندير شي صفقه تبادل من الاسرى غادي تخفيف نغرف عن الحصار قطاع غزه مريق قيم حد سكسنز الاسرى عاد هي مرون غير قالوا انت اسرائيل ربما الدوله الوحيده في العالم اللي نقن الاسرى شوف يدر قانون قاعدين يدر قانون اسرائيل انه شوف الاجرام ان النظام وانيتين النظام الاسرائيلي وانيتين انقلي الجنود يجن القانون ما مرسوم داخلي قانس هانيبال يتشس الحق الجيش الاسرائيلي انه ما اسرى شي جندي أظن غن للجندي نيري يثي أسرن غزة ما يوض خلي ذيو ذاني سيلقيثن تمام أدنى قب أسير التصور بعد 7 أكتوبر هذه ندير ربما مفاوضة جدية في إطار حل الدولتين في إطار حل الدولتين اسمح دمنيني ينضج على المستوى السياسي داخل إسرائيل سقوط حكومة نتنياهو مروث حكم من شي قع ذي وذن نزود حكمان ذي وذن تعتبر فاشل فاسد خائن فهم الذين مجموعة من المتغيرات أخذ نديكش في التاريخ القريب إن شاء الله. قادش ذومة الأستاذ محمد النحاس الإطار القانوني المحامي لهيئة طنجة. انتقاذ وطس ذومة الأستاذ المناضل الحقوقي علي بن مزيان وانتقاذ سوطس الدكتور علي الإدريسي زي كندا وانتقاذ سوطس الأستاذ الدكتور سعيد صديقي زفاس أموخ شو انتقاذ هني ويمسح صنع الزندان لضفان قل حلقة يا ثانيتين ويجن شكر خاص يومثنا عاطف ريجان قل إخراج الحلقة يا ثانيتين محمد تكنتي يتحيشهم قل حلقة النهارة يعني يوم قالوا الحلقة النهارة ثفراز انتشهم الموعد إن شاء الله قل حلقة إيدي تسن انتم صفض